إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه فقد ظن به ظن السوء. لأن هذا خلاف الحكمة وخلاف الواقع. سليمان عليه الصلاة والسلام لما دعا بالخير وطفق مسحا بالسوق والأعناق، خلق الله عليه ما أخلف الله عليه ما هو خير منه، وهو الريح. سخرنا له ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك هذا لله عوره الله خيرا منه. كذلك من فعل شيء لأجله أعطاه الله أفضل منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال.